Good afternoon. How are you, lovely students? Are you fine today? Today is Tuesday. The date is 7th of December 2020. We are in Unit 4. The title of our lesson today is Comparative and Superlative. Comparative and Superlative. اللي هي Comparative المقارنة والSuperlative التفضيل. Okay. طبعا هذا خامس درس grammar. It's very important. كتير مهم ركزوا عليه. At first I will talk about comparative. At first I will talk about comparative اللي هي المقارنة. شو يعني comparative يا خامس؟ يعني بقارن بين اشيين, بين two things or two persons. يعني بقارن بين اشيين, بين شخصين. يعني بيكون عندي two اثنين بدي أقارن بينهم, بس اثنين مش أكتر. هاي بتكون comparative مقارنة. طبعا comparative يا خامس إلها three cases, we will talk about them. Like here يا خامس, case one, if the adjective consists of one or two syllables, we add er. ركزولي هون. إذا كانت الصفة اللي عندي تتكون من واحد أو اثنين من المقاطع, يعني مقطع أو مقطعين, we add, نضيف ER, بنضيف للصفة ER بس, بتصير comparative مقارنة. Look to the examples. Tall هي إيش؟ شوفوا short adjective, يعني صفة قصيرة, مشان هيك شو عملت؟ بس أضفت لها ER صارت مقارنة. هي أصلاً طويل, صارت taller أطول. short كمان لأنه هي short adjective صفة قصيرة, برضو شاملت بس أضفت لها er, كانت short قصير صارت shorter أقصر. big كمان تتكون من one syllable, إذن هي صفة قصيرة, فشاملت بس أضفت لها er, big كبير, bigger أكبر. Now look here to case 2. هاي الحالة الثانية للcomparative. If the adjective consists of three or more syllables, we add more before the adjective. إذن ركزوا هون يا خامس. If the adjective, إذا الصفة مكونة من three or more syllables, يعني ثلاث مقاطع أو أكثر, يعني إذا كانت صفة طويلة مكونة من ثلاث مقاطع أو أكثر, we add, نضيف more, بنضيف قبلها كلمة more. Okay, look to the examples. Beautiful, شوفوا لأنها long adjective يعني صفة طويلة, ما ضفت لها er, ضفت قبلها more, صارت more beautiful. Beautiful جميل, more beautiful أجمل. Okay, interesting كمان إيش؟ صفة طويلة, مشان هيك حكيت more interesting. Interesting ممتع, more interesting أكثر متعة. Handsome كمان شوفوا long syllable, مشان هيك أضفت لها more. Handsome, more handsome. Handsome وسيم, more handsome أكثر وسامة. Now look here يا خامس, this is case 3. هاي الحالة الثالثة من الcomparative المقارنة اللي هي irregular comparative, صفات المقارنة الغير منتظمة. Irregular comparative هي صفات مقارنة غير منتظمة, يعني الصفة بتغير شكلها تماما, ما إلها قاعدة, لا بضيف لها ER ولا بضيف لها more, هي بتغير شكلها تماما. هدول بدكم تحفظوهم, يعني ما إلهم قاعدة تتبعوها, اللي هم good معناها جيد, بتصير لما بدنا نقارن بين شيئين, better اللي هي أفضل, bad سيء, شو بتصير؟ worse أسوأ, little قليل بتصير less أقل, far بعيد بتصير farther أبعد, money أو much اللي معناهم كثير, لما بدنا نقارن بين شيئين بتصير more اللي هي أكثر. Now يا خامس, I will talk about superlative. Superlative اللي هو التفضيل. التفضيل كيف بيكون التفضيل يا خامس؟ بيكون بين مجموعة, يعني ثلاثة أو أكثر. Okay, يعني ما بيكون بين
إشيين لا بيكون بين ثلاث أشياء أو أكثر، بهاي الحالة بيكون سوبر لاتيف تفضيل، يعني ما بحكي إنه هاد أطول من هاد، لا بيكون عندي مجموعة بحكي مثلا هذا هو الأطول بينهم، هذا اسمه تفضيل لأنه بيكون على ثلاثة أو أكثر. أوكي now superlative also has three cases، إله ثلاث حالات. أوكي case one، الحالة الأولى، if the adjective consists of one or two syllables we add est. أوكي خامس، إذا كانت الصفة بتتكون من مقطع أو مقطعين، يعني كانت قصيرة short adjective صفة قصيرة، نضيف est، هذا بحالة التفضيل. look here tall، شو صارت tallest، أضفت لها بس est كانت طويل، صارت الأطول، يعني الأطول بين كل الموجودين. short shortest كمان أضفت بس est، هي قصير صارت shortest الأقصر، يعني هو الأقصر بين كل المجموعة. big كمان صارت biggest، أضفنا est كان معناها كبير، صارت الأكبر بين كل المجموعة الموجودة. This is case كثير يا خامس. This is case 2 اللي هي الحالة الثانية من superlative التفضيل. If the adjective consists of three or more syllables we add most، إذا كانت الصفة خامس بتتكون من ثلاثة أو أكثر من المقاطع، يعني كانت long adjective يعني صفة طويلة، we add نضيف most. most okay look to the examples beautiful لأنها طويلة، شوفوا حكينا most beautiful كان معناها جميل، most beautiful يعني الأجمل، الأجمل بين كل الموجودين، ما قارنت بين اثنين، قارنت بين مجموعة. okay interesting ممتع، شو صارت most interesting sorry most interesting الأكثر متعة، يعني الأكثر متعة بين الكل، يعني أنا فضلته، إيش يعني تفضيل، يعني أنا فضلته على الكل، مش قارنت بس بين اثنين. handsome وسيم، صارت most handsome الأكثر وسامة، إذا كمان أنا فضلته على جميع الموجودين. أوكي عرفنا شو الفرق بين الcomparative المقارنة وبين superlative التفضيل. أوكي now look to case 3 اللي هي irregular comparatives اللي هي صفات التفضيل الغير اوكي خامس، اذا irregular superlatives اللي هي صفات التفضيل الغير منتظمه اللي هم حكينا لازم نحفظهم لانه بتغير الشكل بالكامل، ما لهم قاعده. good بتصير best، جيد بتصير معناها الافضل بين الجميع. اوكي bad سيء بتصير worst الأسوأ، يعني الأسوأ على الجميع، شوف كيف. little معناها قليل بتصير least الأقل. far بعيد بتصير farthest الأبعد. many much معناهم كثير بتصير most الأكثر. اوكي خامس فهمنا كيف معناها superlative، هي تفضيل، يعني أنا بفضل واحد على الجميع. اوكي